يا بنت انا اللي معلمها. انت؟ اه كانت امك في الجيش وانا علمتها. طب الحمد لله امي جانت في الجيش يا جماعه. كده انا كنت في الجيش وهو كان قبلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وشكرا ليكم جدا 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 يا احلى جمهور في الدنيا واحلى اخوات، مش هنقول جمهور، احلى اخوات في الدنيا واحلى متابعين لينا في الدنيا في كل مكان في الوطن العربي وبره الوطن العربي. خلينا الحاج يسلم على الناس الاول بعد كده نقول فكره الفيديو النهارده ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جمعه مباركه ان شاء الله، واتمنى من ربنا ان انتم تكونوا في احسن حال. الحاجه حبيبتنا ازيكم عاملين ايه في كل مكان؟ يا رب يكونوا بخير. والبطايه دي مش هتبقى بخير كمان شويه. سلام على الناس الزعاف. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير دايما. جمعه مباركه يا جماعه، يا رب عظمتنا النهارده تكون كويسه وخفه على قلبكم وتفضلوا معانا. ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم حبايب القلب عاملين ايه؟ النهارده بقى النهارده ان شاء الله كده ايه؟ انت عارفين بقى انا بحب السفر بقى، والنهارده محمود موجب معانا. يا رب عامل ايه؟ العربيه امتى اصلا؟ لسه هقول موضوع الفيديو. اه وما عرفوش يعني ايه السبب. طبعا كنا عاملين تحدي احنا والحاج، وحكم علينا نعمل عزومه ومن غير اي عقاب نعمل عزومه زي ما اتعودنا، فدي طبعا اعتبروها عزومه وفي نفس الوقت اعتبروها تنفيذ العقاب، اعتبروها اللي تعتبروه، المهم ان احنا نكون مع بعض في اي مكان. حد عايز يقول حاجه؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز اقول حاجه واحده بس، ونورني وركي من اللي قدامك يا باشا. ما بنناولش اللي يجي في نفس. لا قول انت، مش هتقولي الاكل عباره عن ايه؟ اه مكرونه بشاميل، رز بالشعرية، ملوخية خضراء، لسان عصفور، بط، فراخ، تلا سوسو بس خلاص، وزهر بتاكل ملوخية. طبعا كل ده من اعمال زهر. طريقة الاكل مجننانة، ما انا لازم اشوهك. انت مصورة فيديو بس هسيبك صورة طريقة الاكل دي. طريقة الاكل متصورة هتنزل لكم بعد الفيديو على طول، يا تاني يوم على طول. اصل ده اكيد ده لازم الاكل تكون متصورة. عايزين معلقة؟ معلقة. يلا اتفضلوا معانا بقى. بصراحة ريحة الاكل جميلة، انا مشتاقة. تسلم ايدك يا صاحبي. اتفضلوا. تسلم ايدك، انا لسه ما دقتش بس هو ريحته بصراحة الجو بيبان من عنوان. انا بصراحة يعني عيني هتطلع على المكرونة. جميلة. الله. جميلة من قبل ما ادوقها. تسلم ايدك يا صاحبي بجد، ايدك. جميلة بجد الشوربة روعة. انا اللي معلمها لها الطشة دي. انت اللي معلمه ولا انا؟ انا اللي معلم صح. لو دوست شوربة لسان العصفور مش هاكل تاني. لا ده الملوخية ايه؟ اللهم صل على النبي. ما هو كله معمول. ما هي دي ودي معمولة من شوربة البط. شوربة البط البلدي بتعمل أحلى أكل. على فكرة تقطيع ال كده دي بتبقى خبرة. يا حبيبي أبي حسن. نخش عليه تاني. ملوخية ايه الملوخية بقى؟ خد 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 قول لي ذوقك. خد بس الحتة الحمراء دي ايه؟ اوعى اديني لو عشان عارف دي ليه؟ عشان تديني لف. نوني نوني. أهم حاجة في الملوخية حتى أنا غبت. مين تاني ما خدش ايه من البط؟ أنا عايز أقول حاجة. يا صاحبي المكرونة والملوخية جميلة. أنا عايز أقول حاجة. قول حاجة. محمود كان وعدكم الفيديو اللي فات لو كان وصل 15,000 لايك كان هيتعلم صحه للسواقه. انا عايز ثوره تقوم في التعليقات النهارده. لا وحاجه كمان، الفيديو اللي انا وصلت 15,000 لايك علمنا انا السواقه. لا 20 20 بيجيبوك بسرعه يا عم. لا بس انت ما شاء الله متابعينك بيحبوك. اقوى جيش في الدنيا. مفيش كده متابعين صح. اقوى جيش في الدنيا يعني هما ما شاء الله عليهم بيحبوهم عايزين خلال 24 ساعه كان الفيديو عدى ال 15 المطلوبين. وعشان كده بقول لكم في اول الفيديو انت احلى اخوات في الدنيا. لا ما ماليش بالظبط. هاكل لو جاب 15 هتعلمني السواقه 20 هيوصلوه 20 عشان جيش حوارات كبيره. على فكره هو خايف. خايف بقول لك ان يعني جواه احساس كده ان هما مش هيوصلوها 20، ان هو بيحاول يصعبها. روعه. خد يا قلبي. ممكن يقول له خدي؟ ما انا لازم اخد عموله، مش في عموله توظيف؟ طبعا كنا حابين الولاد تطلع معانا وتاكل معانا وتشوفوهم، بس هم بياكلوا في مكان تاني بصراحه كادر بالعافيه. لا بس اقول لك ايه؟ علام ايديا وحياه ناي. تسلم ايدك يا ماما، البط روعه. ميرسي يا محمد. عشان انت علمتي صح؟ عقبال ما اعلم عروستك لطفي. ان شاء الله. وعروسه حسن. ان شاء الله. اعلمهم بالقلم ولا بتسلم عليك كتير قوي قوي قوي. قايله لي بص لماما من هنا ومن هنا. ميرسي يا محمد. لو ان الباسكت شغال بدايه هي انت شكلها هي بتتفرج علينا دلوقتي. قرب الباسكت اللي تحتيك ده. عينيا ملبس محترم بتحبك قوي. عقبال ما تجينا بالسلامة. احنا ما بنعملش ولا بنتعامل غير مع المحترمين. ايه رايك يا ام زياد؟ الله ينور. جميل صح؟ اكل جميل والله، طعمه جميل جدا. على فكره محمد وحسن لسه عاملين تحدي، شموا الريحه قالوا هناكل بره. وانا والله حتى هتلاقوا بنفس اللبس على فكره. اه التحدي ده هيجي بكره اصلا النهارده. اه النهارده التحدي بتاع النهارده هينزل النهارده
فاللي هيشوف التحدي بكره هيعرف نرفض حسابها معايا بعدين. مش اتفقت مع حسن على بجد كل يوميات ام زياد كل متابعين ام زياد يطلعوا يقولوا اتسحر تسلم ايدي ويكتبوا ان هم من يوميات ام زياد لان بجد هي تستاهل. الاكل طعمه جميل جدا تحفه. لا خصوصا الاكل ما شاء الله كذا صنف يعني. يا بنت انا اللي معلمها. انت كانت امي في الجيش وانا على الهندسه. طب الحمد لله امي جت في الجيش يا جماعه كده. انا كنت في الجيش وهو كان قاعد بالعيال. لا بس البط جامد. الاكل كله لحمته مسكره. بص بقى يا حبايبنا اللحمه حمرا ازاي؟ ما حمرا. حط بقى خلينا ناكله. هتهان هنا دي الحمرا. يا حبيبي سلام. حطها لي هنا. وطلع اساسا من تحت ايدي. اللي عايز يتعلم تطلب مني اي حاجه. الاستاذ هتطلع ايه؟ اكيد مش سباك؟ طبعا. اكيد مدرس. انا لسه ما دوتش المكرونه. جميلة بجد الاصناف كتير. خلي الواحد مش عارف ياكل ايه ولا ايه. مين بيحب ياكل ملوخيه على الرز زي انا بعشق حاجه اسمها ملوخيه على الرز. انا بحب الرز بحب الملوخيه بس مستحيل اكل الاثنين على بعض. مش عارف سبحان الله. مالكش في الاكل. المتعه كلها لما الرز يتزغلط في وسط الملوخيه. الاكل اسوأ. طب ممكن تدخل انا ضعفت على فكره. هي ضربت في دماغي ضربه جامده قوي. ضعفت عليها على فكره. لسه واكل كباب وكفته وفراخ وطعميه وفول وطعميه. فول وطعميه. مين بقى بيحب الملوخيه بالعيش الناشف؟ انا بتحمص لعيش مخصوص عشان اكل الملوخيه. محمد جوزي بقى كده. يعني انا بحب العيش للملوخيه. يا سلام. روعه. كل مكرونه. ما ياكلها. لو الاكل ده كان هيتعمل قبل التحدي اللي عملناه كناش هنعرف نعمل تحدي. ودي ده لك مكرونه بشاميل. الاكل ما شاء الله ده كان طبعا المكرونه الحاجه ما بتاكلش مكرونه عشان ايه؟ شوكه تعالى يا شوكه ندوب مكرونه. الله 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 على الملوخيه جميله قوي. نكررها تاني بقى الملوخيه دي بس على الارانب. سهله من الارانب. خلي بالك ملوخيه الطيور احسن من الاذان. طلعني في تحدي مع محمد من غير اذان. ما تقدرش تسد قصادي. اشمعنى محمد؟ ما تقدرش تسد قصادي. بلاش انت بقى. خايفه من حسن؟ انا اي بروتينات اي بروتينات تبعدوا عني فيها. في طار ما بيننا لو فاكرين. مكرونه بشاميل روعه. في تخليص حقي قديم فمش عايزه اخش معاهم. ده حد جاي على الارانب معاك يا صاحبي. خلاص ماشي. كل واحد اربع ارانب ماشي؟ وحالتين ملوخيه وطابون متعيش. استحمى ولا متعيش؟ روحت نفسك انت كده. لو هو ما بيستاهلش. طب ايه رايك بقى انا هعمل لك مفاجاه؟ انت غلطه ومرفت عليا. ايه رايك بقى؟ احكي لي مفاجاه النهارده. ايه رايك بقى؟ صلي بينا على النبي. عليه الصلاه والسلام. سيب المفاجاه دي لحبايبنا يعرفوها هقول لك عليها بعد الفيديو. قشطه. بس تنفذها. هتنضم لقناه ثانيه. قشطه. هتنضم لقناه ثانيه. قشطه. خارج عيلتنا. قشطة. وهيبقى التحدي ضد انا وصاحبي. قشطة. موافق؟ قشطة. ماشي. استنوا التحدي. انا عرفته بس مش هقول. اكيلة؟ انت وحظك بقى، انت وافقت على المادة. يا باشا انا لو انت مش عايز خش انت مع صاحبي وانا اخش مع القناة. انا عايز حساب. ما انت ما تنزلش مستواي يعني انت عايز. محمد ما بيعرفوش عليك. ما لا احنا عشان كده احنا هنخش مع ناس تانية. لا ناس تانية. بعد كده مفيش ياما ارحميني يا ماما. واللي عارف انا قصدي على قناة مين يكتب لنا بالتعليقات. قول لي يا حسن. لا مش هيقول له ما تقولوش. لا دي واقع على المبدا. هي معانا يا مع القناه الثانيه من غير ما يعرف هي مين. هي معانا يعني. يبقى وافق على المبدا. طيب تطلع معانا ولا مع القناه الثانيه؟ لو قلت انا هقول لك. انا على فكره انا شاكك. انا مش متاكد. طب القناه الثانيه دي بيطلع فيها راجل وست ولا راجل وست؟ راجل وست وشاب وكل حاجه. هطلع انا راجل وست. راجل وست هنسفهم. يعني هتطلع ضدهم ولا مع حد منهم؟ هطلع ضدهم. وانا ما اعرفهم. ما انت لو طلعت انت ضدهم يبقى انت وسحر وانا هبقى معاهم ضدك. انت فاهم الفكره؟ حد يعرف يحل لنا الفزوره دي؟ فاهم الفكره؟ بص 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 يا تبقى مع سحر ضد الناس دي ومحمود يكون هو اللي معاهم. انا اللي معاهم ضد دي. يعني في واحد منا لو انت هيبقى ضد بعض بس في قناه ثانيه. وقناه مش تبعنا مش تبع عيلتنا. يعني يا باشا مش تبع عيلتنا يا باشا. يعني لو عايزني ضدك انت وهم انا موافق. لا هو يا انا يا انت معاهم. اختار. يا انا وانت معاهم. انا وهم انا وانت معاهم. المهم ان انا هاكل في الاخر. يا ابني
يعني انت وسحر بس هنعمل ايه؟ هنعمل اكله جامده. يا علم يا علم لا انا اخش مع سحر. سحر الله اكبر هتاكلهم هم هتشربك ماشي. تعالى كذبني على فكره هم متابعين هيعرفوا بيتهيألك. لا بيتهيألك سحر الله اكبر ده مثل الفسيخ نسب اتحسن. ما انت ما تعرفش هم مين اللي هتلعب قصادهم يا باشا. انا نسيت قلت لهم انا حد ماشي مش بروتينات؟ لو عجبتكم الفكره دي اكتبوا لنا في التعليقات وهنكررها مع كذا قناه. هنكررها مع كذا قناه بس يكون قريبه مننا طبعا لان انا هضطر اتنقل واروح عندهم عشان اكون معاهم. عايز تشيل مقارنه؟ ماشي. اعملها لو عجبتكم الفكره دي اعملوها برضه. نعملها بس العقاب هيكون شديد وهندفع عليه في اول الفيديو. العقاب هيبقى في نفس الفيديو. في نفس الفيديو يعني واحنا من عارفين مين اللي كسب وكسب هنعمل فيديو العقاب وينزل بعدها. ماشي. هو ده كده يعني. هو ده كده يعني ناكل نتعاقب. قشطه. العزومه الجايه بقى يا محمود تبقى ارضي. ماشي. الحاجه بتحبها. ولم العيال معايا. قشطه. قعده الارض بتاكل وتشبع. ان شاء الله العزومه الجايه. ان شاء الله العزومه الجايه يوم عيد ميلاد على فكره. ماشي يا حبيبتي. عيد ميلاد سحر قرب على فكره في شهر 2 بس انت يا سحر. وهي بتحجز من دلوقتي. بتعرفني يا محمود ما تنساش لا انت ولا متابعين. بذكره لا انت ولا متابعين. انت ما جبتوش فراخ ليه؟ بس احنا مش هننسى. مش لاقيين حد يقطع ودي. يا باشا هو انت محتاج حد يقطع. انا بجعلي يا محمود. يا ابني انت قايل اول حاجه انتظر مش هيقعد. خد يا حاج مديت. خد انا اكلت تاخد تاني. خد يا حسن. انا باكل ملوخيه معايا. ماشي يا باشا. ملوخيه عجباني. سيبيني انا الحته دي. انا حسب تزيد متابعين. انا لو نسيت. احذفها لهم كده. عايز اهزم عليهم. احذف وقول له اشكت. القط دي. لقط بس كده لقط. اللي يعرف يشوطها بقى يقول لا. ايه رايك طعمها حلو صح؟ نختم بقى الفيديو عشان ايه؟ نعرف نتكلم مع حبايبنا بعد كده. يلا يا حاج كمان زي ما اتعودنا. اترككم في رعاية الله وأمنه. سلام. حاجة تقول حاجة لحبايبنا؟ يا رب كده يجعلها سنة حلوة علينا وعلى الجميع. ادعي بقى لكل واحدة نفسها تخلف وكل واحد نفسه يخلف. يا رب اللي ما خلفتش تخلف. آمين يا رب. يا رب. وارزق كل واحدة يا رب بالخلف الصالح. آمين يا رب. يكرم كل واحدة فيكم بولد أو بنت كله بتاع ربنا بس ادعي وقول يا رب وخليكي صبورة. أقسم بالله أنا عمي قعد كام سنة؟ أكتر من 20 سنة ودكاترة ولف وآخر ما جرب وقال خلاص أنا استسلم ربنا رزقه. بأكرم عشان كده أنا سميت ابني أكرم على اسمه إنه كان غالي جدا على العيلة كلها لأنه كان جاي بعد شقة وبعد عزاب. فالصبر مفتاح الفرج. حد حابب يقول حاجة؟ أنا. أنا عايز آخد لفة بالعربية. لو وصلوا الفيديو 20 عشان أنا ما خدت أسبوع يوم أسبوع وبرضه لحد دلوقتي ما خدتش لفة بالعربية. ده أنت اللي مغرز الأسبوع. لا بيضحكوا عليك يا محمد. صور على محمود عشان يعلم سحر السواقة. هو اللي حكم. لو ما ادتنيش لفة بالعربية. استنى بس هقول كلمة أخيرة. لو ما ادتنيش لفة بالعربية هعمل فيه مقلب بالعربية. كل الخراب اللي بتاع العربية. يلا صح. يلا أم زياد. سلمي على حبايبنا من إيفل. عايز اشكر محمود جدا واشكر سحر على الاكل الجميل ده. عزومه جامده وطعمها حلو وتحفه وبجد تسلم ايديها والف شكرا ليه على العزومه الجامده دي. وعايز اشوف بقى متابعين ام زياد بيدخلوا يقولوا لسحر تسلم ايدك والله ينور زي ما الحاج قال بالظبط. والف هنا وشوف عليهم. سحر استاذه ورئيس الكس وبرنسيسه في المطبخ بس هي مشكلتها ان هي ما عندهاش الامكانيات ان هي تصور كتير بس اللي يجي يقعد معاها هيتعلم كتير قوي. يلا شوفوا فيديو جديد وفي تحدي جديد او في عزومه جديده او في مناسبه جديده زي ما اتعودنا مع بعض. يا احلى اخوات في الدنيا ما تنساش في اللايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ومع السلامه.